دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك العوافي. قبل ما نتطرق لموضوع الطيارة اللي أرسلها حزب الله اليوم باتجاه إسرائيل بدنا نقول العوافي لوزير الطاقة جبران باسيل. العوافي العوافي. شو صحة الأخبار عن مشاكل طرأت على الباخرة فاطمة جول وإنه هالباخرة مش عم تنتج إلا ربع طاقتها من الكهرباء؟ في شي من الخبرية صح؟ لكن مش مثل ما طربقوا الدنيا على رؤوس اللبنانيين انه بدل ال 200 ميجا انجا عم تنتج الباخر 15 ميجا. لا مش صحيح. يعني خف انتاجها لفاطمة؟ خف شوي ايه، وحاليا عم ندرس نحن واصحابها لفاطمة الاسباب اللي خلت انتاجها يخف. ايه وبين معكم شي لهلا؟ يبدو انه غيار الطقس اثر عليها، تاري حساسة البندوقة ونحن مش عارفين. بس كل شيء له دواء طمنه. شكرا للوزير باسيل، ومنقول العوافي للرئيس أمين الجميل. العوافي العوافي. بيني وبينك، شو خبرك نايب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف قبل شوي؟ بصراحة سألني رأيي بالموضوع السوري خاصة وبالمنطقة ككل عامة، وطلب مني اقترح عليه حلول. ايه وشو قلت له؟ قلت له نحن ككتائب مستعدين نسهل الحل الإقليمي وخاصة الأزمة السورية وملف إيران النووي والمشكلة العراقية، ولكن بالمقابل بدنا وزارة أساسية بحكومة تمام سلام. نعم. وبدنا قانون انتخابي يزيد لنا شوية نواب الكتائب بالبرلمان يعني. ايه وشو قال لك بوغدانوف؟ ما قال لي شي، صوفر صفيرة طويلة وصار يضرب على راسه. يبدو انه الوضع كتير معقد بالمنطقة، كتير معقد. انا بقول بوغدانوف رح يفل كتير معقد من بعد ما يجول على كل الاقطاب بلبنان. وهلأ منتوقف مع الاعلان ومنرجع لموضوع الطيارة التانية من حزب الله على اسرائيل. تيك تك تيك تك تيك تك. عودة لديمقراطية. اليوم أسقط الجيش الإسرائيلي طيارة من دون طيار جاية من لبنان باتجاه حيفا، وعلى بعد 8 أميال من حيفا أصفتها طيارة حربية إسرائيلية. إسرائيل طبعا اتهمت حزب الله بإرسال هالطيارة، فكيف الديمقراطية بتشوف هالخبر؟ تيك تك تيك تك تيك تك. نحن ندين بشدة اعتداء حزب الله على السيادة الإسرائيلية وإرسال طائرة بدون طيار إلى أجواء إسرائيل. لا يجوز ما يقوم به حزب الله، وهذا يهدد الاستقرار في المنطقة. حزب الله ممكن يورطنا بحرب إلى أول ما إلى آخر. برافو علي حزب الله، برافو. ليش إسرائيل بدك اليوم تخرق أجواءنا ونحن بدنا نضل مكتفين؟ ما بيجوز ما بيجوز ما بيجوز نضل رهيني لمزاجية حزب الله وتياراته وسلاحه، ما بيجوز. خلصنا بقى يا حزب الله، خلصنا. إذا إجت إسرائيل وأسفت لبنان ردا على إرسال هالطيارة شو بتعملنا إيه؟ إلى متى؟ إلى أين؟ سؤالين بوجهه لقيادة حزب الله، بالأمس أيوب واليوم ما بعرف شو. إلى متى؟ إلى أين؟ ضبطت معنا، ما عاد حدا جاب سيرة القصير وسوريا ووجودنا بسوريا. طالما ملهيين بالطيارة لازم الشباب يتحجوا منيح اليومين. حج أول طيارة سميناها أيوب، هيدي شو لازم نسميها؟ شو رأيك نسميها وصبر؟ رائع رائع، وصبر 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 وصبر. من قال أننا لا نمزح؟ دوما دوما تك
دوما دوماتك أحلى برنامج من دون شك. دوما دوماتك دوما دوماتك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوماتك دوما دوماتك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوماتك دوما دوماتك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوماتك دوما دوماتك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك ورا تك.